نحييكم في القسم الأخير من هذه الحلقة مع سما المصري. كان السؤال قبل الفاصل، هل انتهت سما المصري إلى ما لا عودة؟ انتهيت إيه يعني فنيا؟ كل حاجة. لا ليه؟ بص عايز أقول لك على حاجة، مسألة إن أنا حسيت إن أنا اتحبست ظلم، تمام، وربنا نجاني منها. ياما ناس اتحبست ظلم وأقوى مني وأكبر مني، فاهم؟ يعني مبارك ومرسي نفسهم اتحبس، حلو؟ مساله ان انا مساله شطب من النقابه دي مساله عابره وهتعدي، وانا كده كده اصلا ما كنتش بنزل حفلات تشطبني من النقابه. لو انا بنزل حفلات، هو في حفلات بتحصل؟ دي حاجه. ثالث حاجه مساله قفل القناه، انا مش لا اول ولا اخر واحده هتقفل لها قناه. يعني كل اللي حصل ان مودي مش حلو الايام دي وهريح شويه، لكن انا انتهي ليه؟ وانا لا سمح الله كنت محبوسه في ممسوكه في اداب ولا ممسوكه في اكل ولا شبه اداب تقريبا؟ لا يا حبيبي، شبه اداب ازاي يعني؟ التهمه شبه اداب؟ لا ما اسمحلكش تقول لي شبه اداب. لا ما اسمحلكش تقول لي ولا انت ولا غيرك شبه اداب. ليه شبه اداب ليه؟ هي مصنفات دي اتمسكت في الشقه رذيله، في تهمه نشر رذيله. لا ما ثبتش يا بيه، ما ثبتش ان هي تهمه رذيله. فين تهمه الرذيله؟ بقول لك المحكمه لو هي تهمه شبه رذيله والفجر والفسوق، كنت انا اتحولت خدت حكم. انا رحت محكمه رابع يوم اخدت غرامه مش كفاله. كفاله دي يعني على ذمه قضيه، غرامه دي يعني خلاص تتغرم على الاجهزه بتاعت القنبله اتمسكت عندها دي، وتعمل استئناف وتسترد الغرامه، وده اللي هنعمله ان شاء الله. لكن فين؟ ازاي يعني شبه اداب؟ اعوذ بالله. ممكن تتحجبي وترجعي على رشدك؟ انا يوم ما اتحجب وعلى صوابك. بص انا على رشدك خصوصا انه انت دايما تستعملي النقاب، ساعه بترقصي فيه، ساعه بتهرب. لا ما رقصتش تهربي فيه. لا 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 ما رقصتش بيه، ما رقصتش بالنقاب. ممكن تطلع الفيديو دلوقتي وتعرضه، انا ما رقصتش بالنقاب. لا دي واحده لابسه نقاب بتتفرج عليا وانا برقص، فين الرقص بالنقاب؟ وبعدين انا عندي في الاسلام انا ما فيش حاجه اسمها نقاب، معروفه يبان الوش والكفين، ده اللي معروف عندي. النقاب ده معرفش يعني معرفش يعني جه من انهي دوله. ماشي دي حاجه. بس سؤال بالنسبه للموضوع. موضوع ايه؟ انت بالنسبه ليكي بس اللي بيبان عندك الوش والكفين؟ يا سيدي قول لي، انت حد قال لك ان انا مؤمنه ان انا يعني بنفذ تعاليم الاسلام كلها؟ انا لحد دلوقتي ست ايماني ضعيف، مش قادره اوصل لمرحله ان انا اتحجب وان انا يبان مني وشي وايديا. يبقى الناس تدعي لي بالهدايه ان ربنا يهديني ويقوي ايماني. انا قلت لك ان انا ست ايماني ضعيف، لسه ما وصلتش لمرحله الحجاب، بس يوم ان شاء الله ما اقتنع اقتناع تام بالحجاب هلبسه طبعا. ما البسوش ليه؟ الحجاب سنه، الحجاب فرض، فليه ما تلاقينيش في يوم لابسه حجاب؟ بس ما البسوش عشان انا في محنه فبلبس حجاب. لا ولا بنستعمل الحجاب لنتسلى يعني، لا نعمل منه كذبة إبريل ولا نعمل منه مش عارف إيه. وإذا طلب مني المشير السيسي ألبس حجاب بتحجب، وإذا طلب مني ياسر برهامي ألبس حجاب بقلع اللي ما قلعتوش. ما أنت عم تستعمليهم كمان بإطار. أنا معروفة عني، بص أنا معروفة عني إنك بتضحكي الناس. لا 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 لا، أنا معروفة عني إن أنا لما بعمل أي حوار مع صحفي بعمله كده يعني بحس مستحفين إخواتي، تمام، فبعرف اتكلم معاهم عادي جدا. طب انت رايك لو تلبسي الحجاب مع لو ياسر برهام، يا راجل ياسر برهام ايه؟ مش بعرف. هو بقى بياخدها مانشيت عنده، دي مشكلته هو مش مشكلتي انا. هو بيلاقي يعني زي مثلا حضرتك تعمل حلقه كده وتقوم منزل ليها تايتل بجزء معين يشد على النت، هو برضه الصحفي بيعمل كده، حقه هو حر. لكن انت لو قعدت في وسط صاحبين تتكلم عادي جدا هتلقى كم من حاجات طالعه مني ومن غيري. كذبه اول ابريل ما عملتيها عن الحجاب انك اتحجبتي؟ اه ايه المشكله؟ ما هي كذبه. طيب ما هي كذبه. كذبه ايه دخل الحجاب والرموز الدينيه بالكذبه؟ انا كنت عاوزه تتسلي تسلي بحاجات لا لا لا، انا كنت قاعده ساعتها محجبه. انا هو صورني كنت انا قاعده محجبه. انت لبست الحجاب؟ اه انا لبست الحجاب، كنت ساعتها لابسه الحجاب. وليه لبستيه؟ يعني ايه لبسته؟ ليه لبستي الحجاب يا كنت عايزه البس الحجاب ساعتها. ليه؟ كده. ليه؟ كده مش هتتصوري فيه وتعملي الكذبه؟ لا عشان كنت بصلي. كنت بصلي قبلها وكنت بعمل حوار وانا لابسه الحجاب. سامع؟ سامع. دي الكذبه الحقيقيه. هي دي كذبه ابريل. دي كذبه ابريل الحقيقيه انك انت بتصلي. ابريل خلص. مش التاني. لا الحمد لله. انت دلوقتي انا ست يعني، بص بيبقى في واحد ماشي في الشارع ما شاء الله يعني باين التقى والايمان في وشه وعلامه الصلاه قد كده ودقنه قد كده، او ست محجبه لحد الارض، انا عارفه ايه اللي بينها وبين ربنا؟ ما اعرفش. انا ممكن ابقى الناس شايفاني كده ان انا طالعه يعني لابسه لبس اوفر او سايبه شعري، او حد عارف ايه اللي بيني وبين ربنا؟ بص العلاقه الوحيده اللي مش من حق اي بني ادم يتدخل فيها علاقه البني ادم برب بس. وانا مش هقعد بقى اقول ممكن يا اخي تبقى واحده كده ولا كده وعند ربنا احسن من الكل.
ليه لبست النقاب لما رحت التحقيق؟ عشان ما مش حابه حد يصور. ليه كده؟ حقي، حقي ان ما حدش يصور، ده ابسط حقوقي. انا في وضع معين ممكن تكون انا متضايقه، فمش عايزه حد يشوف الضيق على ملامح وشي. يعني سما المصري اللي قالت لي بالحلقه الماضيه انه هي مش فرقاني معاها حد ولا بتخجل من حاجه ولا يعني، حتى قالت عن نفسها معاها نوبل وليسانس بقله الادب، يعني وصلت المواصيل اللي هنا. بتقولي لي هلا الصوره راح تضايقك؟ مزاجي انا، ما حدش يقدر يدخل في مزاجي، انا ما اقدرش ادخل في مزاج حد. انا مزاجي في الشكل ده، مش عايزه حد يصورني. هما مزاجهم عايزين يصوروني في الشكل ده، مش هسمح لكم تصوروني في الشكل ده. بس ما خلي بالك، في ناس ممكن انت مثلا تبقى قاعد على بلاش، تمام، قاعده عاديه على بلاش، حلو، مش عايز حد يصورك وانت قاعد على البلاش، ده حقك. قاعد تشيش في مكان، مش عايز حد يصورك وانت بتشيش، ده حقك، محدش يقدر يمنعك منه. بس انا قاعده مع اسرتي في مكان، مش عايزه حد يصورني عشان مش عايزه اسرتي تبان في الاعلام، حقي برضه. بس محدش يقدر يقول لي، اللي الوحيد اللي كان يشوف وشي ساعه التحقيقات هو وكيل النيابه، وحصل نلعت النقاب قدامه. وما سالك ليه كنت لابسه نقاب؟ لا، ما هو عارف بعد كده كنت لابسه نقاب. ايه؟ قال لي عشان اللي واقفين بره. قلت له اللي واقفين بره مش في دماغي. قلت له انا مش عايزه حد يصور. لمن يهتم لامر سما المصري؟ يعني ايه؟ اللي بيهتموا لامرك. بنقول لهم ايه؟ سما المصري بكره هتعمل ايه؟ يعني اللي عايزين يعرفوا اخباري؟ لا انا ان شاء الله. هتعملي ايه؟ هتقعدي في البيت دلوقتي؟ دلوقتي؟ ممكن مؤقتا. في البناء؟ قد ايه وقت يعني؟ لا ما اعرفش، ممكن مؤقتا اريح شويه، اخد فتره نقاهه. لكن انكسر انا ما بنكسرش الحمد لله. لان انا مظلومه ولست ظالمه. بس. وانا الناس بتقابلني لحد دلوقتي في الشارع، احنا عايزينك وارجعي، قلت لهم ربنا يسهل بقى ان شاء الله قريب. بس فطالما الناس عايزاني اقول للناس لا؟ انت هتقول لي ناس مين اللي عايزيك؟ الناس اللي في الشارع، وانزل معايا كده في الشارع وانا ماشيين انا وانت وشوف رد فعلي في اي حته انت تحبها. الناس، الراجل والست، المصري الاصيل حاسس بيا، يعني حاسس ان انا عارف نيتي ايه من اللي انا بعمله، بدليل ان انا وقفت، استنى بس، بدليل ان انا وقفت ضد الاخوان في عزهم ومحدش عمل لي حاجه. انا لو سبت بقى زي اللي ماشيين بيطبلوا مع التطبيل، كنت طبلت ايام الاخوان، وطبلت ايام المجلس العسكري بعد الثوره، وطبلت ايام مش عارف. لحظه، ما كلكم عملتوا شهرتكم على حساب الاخوان وشتم الاخوان. والله طبعا. مين اللي طلع؟ ما كان في مباراه منا وجر. طيب يعني مين؟ بكل البرامج اللي طلعت على الهواء بتلك الفتره، ومنها برامج يعني. طيب. خليني اساوي نفسي بالناس الباقي. طيب. كان في سباق على من امتى؟ بزمن الاخوان، على من ينتقد مرسي؟ الاخوان ويهاجم الاخوان اكثر. لا 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 لا، بص، مرسي جه في شهر 7. حلو؟ انا في شهر 9، بعد ما جه بشهرين، في النص 9 تقريبا. اتكلم عن المانجا، تقدر تقول لي مين في مصر هاجم مرسي ايام المانجا؟ قول لي واحد. كلها. مين؟ كل مصر هاجمت مرسي ايام المانجا. مين؟ كل البرامج، كل الناس، سما كلهم. مقاموس راسه وعملوا اغاني. حلو. بس ابتعدوه. يبقى انا ايه؟ مين بقى انت بتقول لي كلكم، كلنا مين بقى؟ حد طلع من الفنانين قال ربع كلمه على مرسي؟ ولا ابو اسماعيل بلطجته هنا عند الانتاج الاعلامي؟ هيعملوا ايه؟ هيقوموا يرقصوا ويغنوا المانجا؟ مش لازم يرقص، انا ما قلتلوش ان هو يرقص، بس انتوا صوتكم فين؟ يعني انتوا يا بتوع النقابه كان صوتكم فين لما انا كنت بتهدد ايام مرسي وايام ابو اسماعيل؟ ها؟ بتهدد على حياتي عشان بقدم الاخوان، ما حدش فيكم رافع عني ولا حد وقف معايا، كانوا فين؟ اشمعنى جايين دلوقتي تعملوا كده؟ لحساب مين؟ بتشتغلوا لحساب مين؟ انا عايز افهم. انت بتشتغل، انت راجل كنقابه لازم تحميني انا الاول، لان انا عضو عندك، مش تطلع تقول لا دي كانت شغاله بتراخيص. تراخيص ايه؟ ما انت عارف انا عضو عندك بقالي 6 سنين. انا بشتغل لحساب مين؟ كنت بشتغل لحساب ان انا فرفش وهيص الناس، بس خلاص بقى. عاوزك تجاوبيني بنعم او لا. اتفضل. حريه الاعلام تعني ان تفعل ما تشاء وتقول ما تريد وتتجاوز كل الخطوط الحمراء حتى لو وصلت لمستوى الردح السياسي؟ لا، حريه الاعلام ان انت تعمل حاجه انت مقتنع بيها وعاجبه الناس. انا عملت حاجه انا مقتنعه بيها حتى وطلعتها. لو وصلت لمستوى الردح. ايه الردح؟ ما هو في المسلسلات والافلام هي شغلانه الردح، يعني جت على الاغاني، ما احنا بنشوف الردح. على كل المتهمه انك رداحه. انا رداحه؟ قناه الردح. حرام عليك، راجل حرام عليك. يعني اقدر اقول ان مسلسل فلان او فيلم فلان ردح؟ انا فن.
انت الفن. ايوه انت الفن يا سما. طبعا عندي الدستور بيقول لي حريه الفن والابداع. طريقتي بقى تعجب ناس ما تعجبش ناس. ابداع فين؟ ابداع في اللي انا بعمله. انت عارف يعني ايه واحده تطلع تنقد النظام بالغنى والرقص؟ دي جديده، حصلت فين قبل كده؟ انا بنقد النظام بالغنى والرقص والكوميديا. ايوه امال ايه بعد اغلاق قناه هلول محاربه لحريه التعبير حتى لو تعدت كل الخط الحمر. لا، اغلاق قناه هلول امر تعسفي ناس وراه. لا أرى عيبا في احتواء برنامجي في قناة فلول على الألفاظ الخارجة والإيحاءات الصريحة، لأن الناس تتكلم في الشارع بهذه الطريقة. لا أرى عيبا في الحاجة اللي بقدمها للناس يعني؟ لأن عشان الربح موجود في الشارع؟ لا أرى عيبا في احتواء برنامجي، يعني برنامجي أيوة أوكي، أو الأغاني في قناة فلول على الألفاظ الخارجة والإيحاءات الصريحة، لأن الناس في الشارع تتكلم بهذه الطريقة. لا مش شرط، مش شرط ده يعني. انا مش لاقيه فيه عيب لانه عجب الناس برضه، وان انا مش شايفه فيه عيب، انا شخصيا مش شايفه فيه عيب، بس عشان يمكن حاجه جديده على الناس، ففي بعضهم متخيل ان هو عيب. ما حدث معي سيزيد من تصميمي على الترشح للانتخابات في مجلس الشعب القادمه. انا ممكن اسيب الفن خلاص واترشح لمجلس الشعب على فكره. هترقصيلهم بمجلس الشعب وتغنيلهم؟ لا هتوب بقى. هتوب. هتوب. هتوب يعني لما تقولي هتوب يعني انت عم تعترفي انك عم تعملي خطا. يا استاذ توني انا قعدتي معاك دلوقتي. يا استاذ توني، يا استاذ توني انا قعدتي معاك ما تقعدش تمسكلي على واحده. انا شوف ده اللي انا بقوله لك بقى، ان ممكن اكون قاعده مع صحفي بقول حاجه ضحك وتهريج وهو ياخدها صح. انا لو انا بعمل حاجه هتوب كنت تبت من بدري، مش هاجي دلوقتي اتوب. مش هتوبي يعني؟ اتوب عن ايه وانا بعمل حاجه اتوب عليها؟ لا اله الا الله. اتوب عن ايه؟ ايه اللي انا بعمله يعني؟ كان الفنانات بقى اللي بيطلعوا بقى يعملوا ادوار فين؟ اغراء تابوا بقى. هتترشحي فين؟ على دايره مرسي بقى الشرقيه، وارجع بلدي بقى. ما هو قالها رجعني بلدي. هيستقبلوك في بلدك؟ ده كانوا جايبين عربيات وجايين ايام الحفل، بس انا قلت لهم ما فيش داعي. إذا كان البعض يعتبر ما أقدمه ابتذالا، فأنا أيضا أعتبر البرنامج الذي يقدمه باسم يوسف مبتذلا، لأنه يعتمد على الإيحاءات والتجاوزات اللفظية. لا أنا ما أقدرش أقول على أي حد إنه بيقدم حاجة مبتذلة، كل واحد حر يقدم اللي هو عايزه. بتقولي عنه عميل، وبتقولي عنه خائن، وبتقولي عنه طبل خام. لا 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 أنا ما قلتش كده. ما قلتش كده يا عم كل اللي قلته، ثواني بس، أنا كل اللي قلته إن أنت الست دي بتهينها ليه؟ الست دي قد أمك. وانت ليه بتحارب بتتكلم كتير عن الجيش بتاعنا؟ روح اقعد مع امريكا اللي انت واخد الجنسيه بتاعتها. ده اللي انا قلته، ما قلتش ان انت العميل ولا الكلام ده خالص. ممكن تشغل اغنيه دلوقتي. لا مش هشغل. ما اقدرش اقول على حد عميل، ما اقدرش اشكك حد في وطنيته على فكره، هو او غيره. حتى كل الاغاني اللي عملتها لابو اسماعيل والمرسي وكل حد، عمري ما جبت سيره ان هو وطني او مش وطني او سيره حد من اهله. مين؟ قول لي. طيب قول، انا عايزاك تقول، ما تبصليش. رجع عم بتسيري الاخوان يبدو، مش باقي لك الجمهور غيرهم. ما بقيليش جمهور غيرهم؟ لا انزل الشارع انت تعرف جمهوري كويس. لا جمهور الحمد لله على فكره بقى جمهوري زاد. احنا شعب عاطفي. قال لك ازاي يا اخي يعني تحارب واحده ست؟ ما زلتي مصممه، او ما زلت مصممه على رايي، وهو ان الشعب بحب قله الادب، وانا معايا ليسانس ودكتوراه بقله الادب. لا الافيهات. احنا شعب بنحب الافيهات. اللي يحس، لكن مش شعب بيحب قله الادب. انت قلتي بحب قله الادب. لا ما انا رجعت وقلت لك لا، رجعت ساعتها وانا فاكره وقلت لك لا. بس انت قليله الادب. انا قلت الادب؟ لو انت قلت الادب انا قلت الادب. انت قلتي انك انت معاكي دكتوراه بقله الادب. بقول لك كل كلمه الأدب. لا انت تاني. انت قليله الادب ولا مش قليله الادب؟ افيه يترمي. قليله الادب في ايه؟ في كل حاجه. ما اصل كلمه قليله الادب بتختلف يعني، بتختلف. انت قليله الادب ولا مش قليله الادب؟ هي سيري عديها قليله الادب عشان ترتاح. انا مرتاح. سما الله يهديكي. ربنا يهديك انت والله. الله يهديك، ربنا يهديك على جميعا وفك. يهدينا جميعا ان شاء الله، ويبعد عنك كل الناس. يعني يبعد، يعني يبعد شرنا عن الناس ويبعد شر الناس عننا يا رب. يعني نحن ما بنحس بخطأنا الا يعني يعني ما بنحس بشرنا الا لما ناخد شر من الاخر. بس الحمد لله انا مش حاسه بان انا عملت خطأ، الحمد لله. اربع ايام تانية كل اللي يجيبه ربنا كويس، والله العظيم ده كله من عند ربنا.
ربنا بيشيل بلاوي ببلاوي تانية. الحمد لله. مصطفى المصري شكرا لك مشاهدينا، شكرا لكم، وتصبحون على خير.